اهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد بخاري من شركه بروج العقاريه، احييكم من مقر شركه بروج العقاريه المقر الرئيسي في عروس الشمال التركي بالتحديد مدينه طرابزون. طبعا دائما نوفر او نحاول نوفر افضل الخدمات والعروض العقاريه لعملائنا الكرام، وباذن الله تعالى اليوم راح نعرض لكم شيء مميز جدا في منطقه كاشوستو قريبه من جميع الخدمات. طبعا في البداية قبل ما نروح للفيديو أتمنى أنكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس بحيث يوصلكم كل جديد، والآن إن شاء الله ننتقل للفيديو وأتمنى أنه ينال إعجابكم. حاليا وصلنا للطابق اللي هو 15، الدور 15 مثل ما ذكرنا لكم، في كل دور عندنا 4 شقق بالإضافة إلى مصعدين، عندنا المصعد الأول هنا والمصعد الثاني خلفنا. طبعا راح نصور لكم الشقة رقمها 59، تعتبر أفضل شقة في المجمع، يعني ماخذة أفضل واجهة وماخذة الجهة الشرقية. تفضل ويانا نشوف. طبعا الشقة عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع. أول ما ندخل عندنا المربع الكبير، مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة، طبعا نظام التدفئة فيها مركزية، وعندنا الأرضيات باركيه بحيث تضاف يعني تحافظ على تدفئة الشقة. تفضلوا معانا شوفوا الواجهة الأمامية للشقة، طبعا واجهة لها إطلالة كاملة على البحر بالإضافة إلى إطلالة للمنطقة اللي هي كاشوستو، يعني تعتبر قريبة جدا من الخدمات، يعني ما يقارب 5 دقائق مشيا على الأقدام توصلوا لأقرب سوبر ماركت، للمطاعم، الكافيهات. يعني عندكم زي ما انتم شايفين الإطلالة الكاملة هذه على البحر، تعتبر إطلالة بانورامية. لو تلاحظوا ويانا مساحة الصالة كبيرة جدا، ما يقارب تقريبا 8 × 4.5 أو في 5، تعتبر مساحة جيدة جدا. هنا عندنا البلكونة المشتركة بين المطبخ والصالة، طبعا بلكونة جانبية، الأرضيات فيها سيراميك، يعني مثل ما انتم شايفين جميلة جدا تناسق الألوان. طبعا هنا عندكم الإطلالة على جهتين، عندنا الإطلالة على الجهة الشرقية اللي هي إطلالة على الطبيعة مثل ما انتم شايفين، صراحة أجوانا جميلة أيضا اليوم، بالإضافة إلى الواجهة الأمامية اللي هي إطلالة كاملة على البحر. حاليا احنا في آخر دور، يعني ما في شيء راح يغطي عليكم الإطلالة هذه. طبعا نظام البلدية الآن في 2009، الأدوار المسموحة بعد كذا التصاريح المسموحة فقط 8 أدوار، لذلك احنا حاليا في الدور 15 وفي منطقة مرتفعة، فبالتالي الإطلالة هذه مضمونة على طول. مثل ما تلاحظون قدامكم مباشرة عندكم جواهر مول، يعني مشيا على الأقدام بالضبط تقريبا 10 دقائق، بالإضافة إلى فندق النوفوتيل والشارع الرئيسي اللي هو يعتبر أكبر شارع في طرابزون المؤدي لجميع المناطق اللي موجودة في طرابزون. من حيث الموقع، الموقع مكتمل جدا، والمجمع عبارة عن بلوكين، طبعا فيها خدمات اللي هي ألعاب الأطفال بالإضافة إلى ملعب مثل ما انتم شايفين في المنطقة هذه، أيضا عندنا مواقف سيارات مغلقة تخدم المجمع بشكل كامل. طبعا راح تكون في بوابة إلكترونية، وراح يكون في حارس للمجمع، وكاميرات مراقبة تكون موجودة في المجمع. نرجع للصالة، يعني مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة وشرحة جدا. عندنا هنا المطبخ، طبعا الأرضيات في المطبخ سيراميك والدواليب فيها جاهزة مثل ما انتم شايفين، يعني نوعيتها ممتازة جدا، جودة عالية، فيها نظام المكابح مثل ما تلاحظون، طبعا هذه ميزة يستخدموها في بعض المشاريع، وفيها نظام التدفئة أيضا موجودة مثل ما انتم شايفين في جميع الغرف وايضا في المطابخ، بالاضافه الى اطلاله جميله ايضا لها جانبيه على البحر، وايضا اطلاله كامله على الطبيعه. طيب عندنا هنا مدخل الشقه والبوابه الرئيسيه مثل ما تلاحظون، يعني نظام الامان فيها عالي جدا، فيها تقريبا 3 اقفال. البوابه التركيه طبعا معروفه على مستوى العالم. عندنا هنا الغرفه الاولى، المساحة فيها جيدة جدا، يعني تكفي فيها سريرين ودولاب،
بكل أريحية، بالإضافة إلى واجهة مفتوحة مطلة. طيب هنا عندنا دورة المياه الأولى أعزكم الله، طبعا نظام العربي، ممكن يتم تحويل النظام الفرنجي. وهنا عندنا الغرفة الثانية، طبعا هذه غرفة شرحة بحيث أنه ماخذة يعني حاطين فيها اللي هو الجام للواجهة بالكامل، بحيث أنها معطية شراحة للموقع. وهنا عندنا البلكونة، طبعا بلكونة متواضعة تخدم الغرفة، وأيضا إطلالتها جميلة ممكن تشوفوها ويانا. يعني هذه الإطلالة تكون موجودة دائمة بحكم أننا في آخر دور، ونظام الإسكان بعد كذا يسمح فقط 8 أدوار، إحنا حاليا في الدور 15. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية أعزكم الله، طبعا عندنا هنا المغسلة، الكلوزيت، أيضا عندنا المروش، بالإضافة إلى جهاز التدفئة. طبعا هذه تحتاجوها في مواسم الشتاء تشغلوها. هنا عندنا الممر اللي هو الهول، أيضا ضايفين فيها نظام التدفئة. نوصل لغرفة النوم الرئيسية، طبعا المساحة فيها ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا، أتوقع ما يقارب 6x4 تقريبا، تعتبر مساحة جيدة جدا بالنسبة للشقق اللي موجودة في طرب زون. يعني عادة غرفة النوم الرئيسية تكون أصغر من كذا، لكن هنا حسب حسابها وما شاء الله معطين مساحة كبيرة. طيب عندنا هنا دورة المياه خلف الباب مباشرة متكاملة، عندكم فيها الكلوزيت بالإضافة إلى المروش، وأيضا عندنا المغسلة. طبعا المنطقة هذه أتوقع مخصصينها لغسالة الملابس، يعني ممكن تحطوها هنا. نرجع نشوف الصالة ونترككم مع الإطلالة الجميلة جدا على البحر والمدينة نفسها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، أخوكم محمد من شركة بروج، أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.